صباح الخير. فوالا اليوم رانا لو 15 فيفري 2018. صبحت مع السليوه تاع القهوه ديالي اللي راني راح نحطها العشيه كما نقولوا حنايا بقهوه تو سنيوت الجزائر تو سامبلومون. هذه سنيوتي ماشي سنيوت الناس واحد اخرين، هذه هي هذا الحمار الجزائر اللي راه يلمح باللي سنيوتو ولا سنيوتها ولا هو افر كما نقولوا حنايا. الله يشفينا ويعافينا شي ناس كيما نقولوا حنايا دار لوزينيت. المهم في وسائل الميديا، فوالا جو بارل على الميديا. المهم هذه يا سنيوتي تاع قهوتي، فوالا ذهب في ذهب تو سامبلومون. ولهذا البراد كيما نقولوا حنا ذكرى وحديث ومعنى، ومن بعد نهضروا عليه. احلى صباح فوالا اليوم رانا ربيع كيما نقولوا حنايا، ربيع مشرق ذهبي فوالا مورد. ساعة درك راهي بون العشرة بنص اساسا هذه هي.